هو واحد من أبرز ضباط الحرس القديم لحافظ الأسد ورجل بشار الأسد في المرحلة الجديدة. وجهت له اتهامات بارتكاب وقائع كبرى وتورط في رحيل أبرز ضباط النظام السوري. فمن هو اللواء رفيق شحادة وما قصته؟ بدأ رفيق محمود شحادة والمنحدر من قرية الشراشير في اللاذقية مسيرته العسكرية مرافقاً لموكب حافظ الأسد، وكان من أبرز المرافقين الشخصيين له ومن المقربين بشدة. خلال عمله في الحرس الجمهوري أخذ يتنقل في الرتب حتى عين بعدها رئيساً لشعبة الأمن العسكرية أو الاستخبارات العسكرية، وعين بعدها رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية قبل أن يقال نهائياً من الخدمة في بداية العام 2018 وفقاً لموقع العربية. ومع اندلاع الأزمة السورية عام 2011 كان شحادة نائباً لرئيس شعبة المخابرات العسكرية ورئيساً للجنة الأمنية بحمص، ووجهت له اتهامات حينها بمسؤوليته الكاملة عن كافة الوقائع التي ارتكبتها قوى الأمن بحمص، وخصوصاً في بابا عمر وتلبيسة والرستن وحادث اعتصام ساحة الساعة. وبعد حادث خلية الأزمة الكبرى الذي وقع عام 2012 عين اللواء شحادة رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء علي مملوك الذي أصبح رئيساً لمكتب الأمن الوطني وفقاً لموقع مع العدالة. وفي العام 2015 وجهت لشحادة اتهامات بضلوعه في إنهاء حياة رئيس شعبة الأمن السياسي السابق رستم غزالة بعد أن أقالهما بشار من منصبهما بسبب خلافات داخلية بينهم، على الرغم من تأكيد النظام السوري أن وفاته كانت بشكل طبيعي. وأشارت مصادر أمنية أخرى أن شحادة هو المسؤول عن إنهاء حياة عدد من أبرز ضباط ومسؤولي النظام السوري والذين يملكون معلومات حساسة، منهم جامع جامع وعصام زهر الدين وغازي كنعان وفقاً لستيب نيوز. وجاء اسمه أيضاً ضمن المتهمين في ملفات التحقيق الخاصة برحيل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري والذي وجهت أصابع الاتهام في الحادث للنظام السوري. أما في العام 2017 فقد عينه بشار الأسد رئيساً للجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية خلفاً للواء موفق أسعد نائب رئيس هيئة الأركان العامة. وفي نفس العام أدرج اللواء شحادة على قائمة العقوبات الأمريكية إلى جانب 17 مسؤولاً وستة كيانات تابعة للنظام، وذلك على خلفية ارتكابهم وقائع كبرى ضد المدنيين. وفي عام 2020 ترددت أنباء عن تعيين شحادة مديراً لمكتب الرئيس السوري بشار الأسد ضمن سلسلة إجراءات أمنية وعسكرية.